تختلف مدينة واديبو عن غيرها من مدن الداخل الموريتاني، ليس من حيث خصوصيتها الجغرافية أو كونها باتت منطقة حرة فحسب، بل يتعدى ذلك لنمط الحياة والحاجة للعمل والمتطلبات اليومية. يبدأ محمد محمود يومه كغيره من شباب واديبو في البحث عن فرصة عمل، متسلحا بشهادته الجامعية التي حصل عليها قبل عدة سنوات في القانون من جامعة نواكشو، عسى أن تؤهله للحصول على عمل منتظم يقيه قهر البطالة والأعمال المؤقتة. وللحديث عن المشاكل الجوهرية المطروحة لشباب واديبو، يفضل محمد محمود الحديث بجانب شاطئ البحر الذي يشارك سكان واديبو همومهم وتطلعاتهم. ابن من أبناء هذه المدينة اللي هي طبعا أبنائها وضعية مزرية تماما، خاصة منهم حامل شهادات واللي تلقى نظام اللي بعد تلقى تعليم لا بأس به، بالتالي وضعيتهم وضعية مزرية تماما مثلا من ناحية البطالة. بل قاعد متعجب من وضعية الشباب الموريتاني اللي متعلم، متعجب من من من, من عدم متعجب متستغرب تماما ومتعجب من عدم ارتفاع اللي قالوا منسوب الجريمة فيه، لأن معدلات الجريمة تنم عن واقع مزري تماما. واحد يتعلم، واحد يقرأ، واحد يعود في قاية ما يكون من 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 الرزانة، من التعليم، من المؤهلات، وبالتالي يعود ما هو كيف الناس كاملها، ما متاح له انه يعيش حياة كريمة. ويرى محمد محمود كشاب عاطل عن العمل أن شباب واديبو مهمش وأصبح يشعر بغياب الأمل، ولا يخلو الحديث عن البطالة من التطرق للمنطقة الحرة. نفس الوقت ما فهمت فيها آفاق، ناس مقصية ومهمشة ومحرومة، خاصة اللي قالوا فئة الشباب. وظاهر لي مولي والله تعالى أعلم عن اللي قالوا المنطقة الحرة، ينقالها المنطقة الحرة، ظاهر لي عن حرارة زادت على المعتاد، لأنها انعكاسها كان انعكاس سلبي تماما، ما قدمت اي شيء يسوه. شنو هو اللي المدينه اللي هي اللي واقعها مزري، ارتفاع الاسعار فيها صاروخي مثلا، المعاش فيها غالي، وهي ما زادت يكون الطين بله. ويرى عدد من شباب واديبو ان المنطقه الحره لم تجلب اي فرص عمل تحد من نسبه البطاله المنتشره بين شباب المدينه، ويطالبون في الوقت ذاته بجعل الأولوية في توفير فرص عمل لهم. محمد ناشي، قناة المرابطون، واديبو.